مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد ومغامرة جديدة وخوف جديد من نوعه، خاصة في برنامج الكاميرا الخفية بانيك في كلينيك. ضحيتنا اليوم قصد هذه العيادة اللي فيها الدكتور ساعد مهداوي اللي راهو جديد في الدومين. هذا الضحية تعاني من آلام كبيرة وحادة في سنانها اللي خلاتها ما تقدر تاكل، ما تقدر تسهر، ما تقدر تفطر، ما تقدر تدخل، ما تقدر تخرج. كما تعرفوا الوجع تاع الضرس يا اللي ما جربوش يكذب. ما فيكش لاطونسيون السكر لا تري بيان. خاك دير لي 3 غوت. داري تاكلي متوه ما زفيطي ما يوجعكش الكلاوي. ما مشو الدم تاعك. سيد احمد او بوزيتيف الدم. لازمك تشربي هذا الكوب ديال الماء باش ترتاحي وترقدي، واي حاجه نديروها لك ما تضركش. زين 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 شبيك فوالا تري بيان. دير راسك لهنا شو ربوزي درك واحد 10 مينيت هكا نولي نجي نشوفك. الا لقيتي تشوفي الموف ولا الدوخه تجيك سي نورمال باسكو عطيتك ان برودوي اوليو باش نشوف لك لاجونسيف باش كي نوتيليزي لاباري هكا باش ما تحسيش بلي دولار. اوكي باش نشوف لك لاجونسيف باش ندير لك لاباري. اوكي الضحيه تاعنا بدات تتوسوس وخليناها ترتاح وتاخذ راحتها الوقت اللي نوجدو حنايا رواحنا ولو بوكس ديالنا للعمليه. داري تاكلي زفيطي جي دورانج. جي دورانج كي تشرب ما تحسيش هنا في لاغوش هنايا نورمال. جي بانان ثاني ما يجوكش هنا لي دولور سيرتو في ليسرال كلاوي الجهه اليسريه. تري بيان خليها راني جاي. إذا الضحية أنا كما راكم تشوفوا راهي قاعدة ومتكسرة. لا 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 ودركا نروحوا نشوفوا وين سمعوا شريط الأخبار العاجل اللي راهو يجيش. السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه الأخبار العاجلة. تنبيه هام إلى كافة المواطنين، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تصدر بيانا عاجلا. وصلنا اللحظة كما تتابعون في شريط العاجل أسفل الشاشة. طبيب مختص يدعى ساعد مهداوي متهم بسرقة أعضاء المرضى وبيعها. الطبيب وحسب بيان وزارة الصحة الذي تحوز وشروق اليهود على نسخة منه يقوم بتلميم المرضى الوافدين على عيادته من أجهزة العلاج عن طريق كوب من الماء فيه مسحوق مخدر يؤثر مباشرة على شاربه حيث يغط في نوم عميق بعد ربع ساعة من الزمن. الطبيب ساعد مهداوي مبحوث عنه في 3 ولايات، ولاية عنابة، ولاية قسنطينة، ولاية سوقهراس، بحيث أودع 120 شخصا من ضحايا شكاوى ضده ويجرى البحث عنه من قبل الشرطة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المعنية تواجد على مستوى عيادة في الجزائر العاصمة، يجرى التحقيق في شأن مكان تواجدها. هذا وسنواجهكم بتفاصيل أخرى في نشرات. سي بون واش فيك سخان هلا؟ لا نورمال. شوف عينيك عينيها راه محمر مع شوي خضر مع الحمر. ما زيد لي زيد لي واحد الكوبلي ما تكثرش بزاف. ها غير شويه. واش فيك صدحتي؟ شو فرع
اي باسكو نورمالمون عينيك يحمر، انت عينيك ما حمروش مع الغوج مع الفيغ شويه. شربي هذا الزيت ديالك. درت 3 تري بيان. اضحك اش كاين؟ تخبي بصحتك. وجد لي الصوالح درك نجي. قلت لي ما الكلاوي عندك نورمال، الدم تاعك اوبوزيتيف ياك؟ وجد لي الدم باسكو على بالك عندك شويه سي بور سا درت لك انستي جينيرال شي بالي ما دختيش مانيش عارف. علاش انستي جينيرال؟ هكا باش نشوفك بيان باش ما تحسيش بلي دولور باسكو قدرت تشوف بلا انستيزي. اي باسكو كاين اللي يتقلق وكل شيء سي بور سا ولينا نيفيتيو هذيك تشيكا غير انستيزي لوكال ولينا نديروها جينيرال هكا باش تخدموا الاز كاع ما تولي تحسي بوالو. دير راسك لهنا ياك مضاري تاكلي العدس لا دانيير فوا اللي كليتي العدس وين انت؟ العام اللي فات ما وجعوكش الكلاوي تخي بيان. وليجي مضاري تشربي ليجي سيغتو ليجي ليجي اثر على الكلاوي بزاف. لا ليجي نورمال. يعطيك الصحة يا دكتور سعد، الصح راهو في الكلاوي. ليجي يا اخي نورمال تشربي ليجي. اي عادي جي دو بوم جي دو بوم دو تاع نورمال تقدري تشربيه. ايه لا جامي شتي صح جي دورونج تاع البانان. اه جي دو بانان تقدري تشربيه، ميم جي دورونج تاع البانان تشربيه نورمال عادي. جي بانان اورونج. اه داكوغ. اما لي روبوزي درك وجد لي صوالح ماتريال غا الحمد باش يجي يعاوني. اه الفوزي اوكي درك راكي الاز مارش فيك السخانه ولا لا نورمال شوفي خايبه ماشي عينيك دروك لو فاغ مع الغوج نورمالمون عينيك يحمارو سي مع راهم فاغ شويه دوريجين. ها لا نورمالمون تي عينيك هادو لي لونتي ولا عينيك؟ لا عينيك دوريجين. اوكي باسكو الفاغ راه مأثر شويه على الاحمر لي كولور راهم متخلطين شغل شغل راهم نوازات يا نورمالمون يوليو غوج صح. قعدي كيما هكا دروك هذا غير لو ستخاس دروك تحسي بالدوخه وكلشي نورمال اوكي ديري يدك كيما هكا قعدي ميطوا اليز راني جاي. وجد لي هذيك لوردونونس جيبها لي نسنيها بعد قبل ما نمشي. اذا ضحيتنا كما راكم تشوفوا راهي قاعده ومتكسله ودركا نروحوا نشوفوا وين سمعوا شريط الاخبار العاجل اللي راهو يدور في قناه شروق حول يعني حاجه جديده راهي ظهرت مؤخرا في قطاع الصحه. احمد في شريط العاج اسفل الشاشه طبيب مختص يدعى سعد مهداوي متهم بسرقه اعضاء المرضى وبيعها. الطبيب وحسب بيان وزاره الصحه التي تحوز وشروق اليهود على نسخه منه يقوم بتنظيم المرضى الوافدين على عيادته من اجل العلاج عن طريق كوب من الماء به مسحوق مخدر يؤثر مباشره على شاربه حيث يغط في نوم عميق بعد ربع ساعه من الزمن ذا. الطبيب ساعد مهداوي مبحوث عنه في 3 ولايات، ولاية عنابة، ولاية قسنطينة، ولاية سكهرة، بحيث أودع 120 شخصا من ضحايا شكاوى ضده ويجرى البحث عنه من قبل الشرطة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المعنية تواجد على مستوى عيادة في الجزائر العاصمة أجرى تحقيق في شأن مكان تواجدها. هذا وسنوافيكم بتفاصيل أخرى في نشرة. Toujours le même problème. J'ai acheté deux fois. Non. جات عندي التلفزيون راك منيتك اي وجد صوالح. معليش مشى وجد لي صوالح. اش قلتي وي على بالك الدوخي باسكو لانستيزي ما حكمش
شو تليفون؟ على بالك الانستيزي ما خدمتش فيك، باغي نشوف فمك كالبوانتير باش نوتيليزي هادي ولا هادي. معليش ديري راسك لهنا علاه؟ شبيك تضحكي؟ لا 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 على بالك ما تقدريش دروك، على بالك شربتي الدواء اون سي جامي دوخي ولا طيحي على راسك ولا اون سي جامي. داروها لي، يعطيكم الصحة.